السلام عليكم، تحية طيبة لكل من يشاهدني، وياكم محمد من قناة إراكي تيك. أهلا بكم في فيديو جديد. فيديو اليوم عن هاتف الريدمي نوت 9 برو. إذا حاب تعرف كل التفاصيل خليك بالفيديو. بداية بتصميم الهاتف، الهاتف يجي بتصميم زجاجي مع إطار من البلاستيك، والهاتف أيضا محمي بطبقة حماية من غوريلا جلاس 5. والهاتف يجي بوزن 209 جرام وبسماكة 8.8 ملم، وشاشة الهاتف تجي بحجم 6.67 انش من نوع IPS LCD وبدقة الفول HD بلس، ونسبة استحواذ الشاشة هي 84.5% من واجهة الهاتف. والشاشة تجي بكثافة بكسلات 395 بكسل في الانش الواحد، والشاشة تجي بأبعاد 20x9. ننتقل إلى نظام التشغيل والمعالج. الهاتف يجي بآخر إصدار لأندرويد واللي هو الأندرويد 10 مع واجهة شاومي MIUI 11، ويجي الهاتف بمعالج من نوع الكوالكوم سناب دراجون 720 جي مصنع بتقنية 8 نانومتر مع معالج رسوم من نوع أدرينو 618. ننتقل للرام وسعة التخزين. الهاتف يجي برام 4.6 جيجا بايت وسعة تخزين 64 و128 جيجا بايت، والذاكرة من نوع UFS 2.1. ننتقل للكاميرات. الأولى الرئيسية بدقة 48 ميجا بكسل وبفتحة عدسة 1.8، وكاميرا ثانية ألترا وايد بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة 2.2، وكاميرا ثالثة بدقة 5 ميجا بكسل لتصوير الماكرو بفتحة 2.4، وكاميرا رابعة بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة 2.4 مخصصة للعزل، والكاميرا الأمامية تجي بدقة 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.0. بالنسبة للبصمة فراح تكون مدمجة مع زر الباور، والهاتف راح يدعم منفذ السماعات 3.5 ملم. ننتقل للبطارية. الهاتف يجي ببطارية بسعة 5020 ملي أمبير تدعم شحن السريع من خلال منفذ الشاحن من نوع USB-C بقوة 18 واط. أما بالنسبة لسعر الهاتف، سعر الهاتف راح يكون 178 دولار واللي تساوي 212,000 دينار عراقي لنسخة 4 جيجا بايت رام و64 جيجا بايت سعة تخزين. بالنسبة لموعد توفر هذا الجهاز فراح يكون بعد 3 أيام اللي هو يوم 17 مارس، راح يتم طرحها عالميا. إلى هنا يكون انتهى الفيديو. أتمنى عجبكم الفيديو، وإذا عجبكم الفيديو فلا تنسوني بالاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ولايك للفيديو حتى نوصل لـ1000 مشترك بأقرب وقت. أشوفكم بالفيديو الجاي، في أمان الله.